والله احنا الحمد لله عندنا الاسعار في متناول الجميع، بس طبعا يعني حركه الاسعار الزياده اللي هي الجديده فطبعا خلت بعد فيه الزياده الجديده ولا الزياده اللي قبل كده؟ والله الزياده اللي جت الجديده، وكان في كمان زياده كمان قبلها. هي الزياده اللي جت الجديده دي زودت الاسعار؟ فزودت طبعا. بنسبه قد ايه؟ يعني زودت مثلا بنسبه مثلا يعني حوالي 5%. تمام. فطبعا يعني بصراحه هو كده كده اصلا ما فيش حركه في السوق، يعني حركه البيع والشراء يعني بقت طبعا اكيد مش زي الاول، لانه طبعا يعني بصراحه يعني الحالة مع الناس طبعا مختلفة اكيد. ويعني بصراحة انا واحد من الناس بقول والله ربنا يعين كل واحد بيتجوز النهاردة، وطبعا يعني فيه طبعا مطالبات كثيرة وفيه حاجات كثيرة، فربنا يعين الجميع ان شاء الله. بالنسبة لنا احنا في منطقة تجارية، في منطقة تجارية كالمناصرة، احنا المحلات متقسمة ازاي؟ يعني انا عندي مستوى عالي في الشغل، في غيري عنده مستوى متوسط، في غيري عنده مستوى اقل. فالحل الوحيد اللي انا اقدر اعمله معاك ان انا اساعدك بيه انك مش هخليك تشتري من عنده، هدلك على الاماكن او المحلات اللي عندها الاسعار الاقل والخامات الاقل، هي دي الحل الوحيد. لكن الحل عندي انا في محلي ما عنديش، ده انا ببيع باقل سعر ممكن. انا ما يعني النيش ممكن اكسب فيه 50 جنيه بعد ما كنت بكسب فيه 400 جنيه و500 جنيه. هي دي المساعده اللي بنعملها. لكن لو انا ما عنديش الحل، بدلك على محل تاني تروح له عنده خامات اقل، بس الجوده هي كل جوده على حسب السعر بتاعه. طب حضرتك شايف يعني كحد مقبل على الجواز يعمل احسن عموله ولا يشتري جنيه؟ مش هيستحمل يعمل عموله. مش هيستحمل يعمل عموله، ده العموله احنا انا واحد باخد نيش من تاجر بتاعي بيعمل لي 50 60 نيش، فانا بيبقى لي اوفر في السعر. لكن انت لما هتعمل عموله بتعمل حته واحده عند نجار، فطبعا سعره بيبقى اعلى من ان انت تشتري من الجهاز. الجهاز بالنسبه له هيبقى طبعا هو اللي اوفر.